الفتور بين القاهرة والرياض كتداعيات وكأسباب. مما لا شك فيه إن مصر دايما ليها دور محوري في منطقة الشرق الأوسط في كل التواريخ وفي كل الأحداث، وأيا كان الوضع اللي بيمر بيه منطقة الشرق الأوسط. لكن يتضح من العنوان كده في كلمة فتور إن العلاقة دائما فيها فتور، أم يعني فيها شد وجذب. وأعتقد إنه بالنسبة لمسألة الفتور كان واضح جدا في الملف السوري شيء جديد بيعمله النظام السياسي المصري. لكن على العموم إحنا اخترنا السعودية، لكن ده برضه يظل زي ما قلت إنه دايما مصر علاقتها باللي حواليها مش بس بتنعكس على الوضع الداخلي المصري، وإنما بتغير شكل الشرق الأوسط، وخصوصا إذا كانت علاقة مع دول الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية. لأنه في أسئلة كتير بتدور وبتطرح فيما يخص العلاقة المصرية السعودية وأثرها على تشكيل منطقة الشرق الأوسط في الفترة القادمة. في أسئلة زي ما ذكرنا الملف السوري، في سؤال عن العلاقة بين مصر وإيران ممكن نتكلم عنه مع أستاذي، في عديد من النقاط. وإحنا كنا أشرنا بكده اتكلمنا في صالون يعني فيري ريسنتلي يوم 19 يناير مع الأستاذ الكبير جمال فهمي عن المشروع السعودي ودوره في التطرف الديني في الشرق الأوسط. لكن إحنا النهارده هناخد السعودية مرة أخرى، لكن من وجهة نظر مختلفة هي علاقتها بمصر. وطبعا يشرفنا جدا جدا ان يكون ضيفنا النهارده الكاتب الصحفي ذو الباع الطويله الاستاذ نبيل عمر. ارحب بحضرتك جدا في السنه. مساء الخير، انا سعيد ان موجود معاك. وهو موضوع طبعا هو موضوع مهم وخطير في نفس الوقت. طبعا في دائما هناك في العلاقات المصريه مبدئيا دائما في العلاقات المصريه السعوديه شد وجذب من فتره قديمه جدا، لان في فوارق اساسيه في التفكير. المصريين مؤمنين دائما بالفكره الوطنيه او القوميه لاي حرب لاي تحرك. السعوديين مؤمنين بفكره الدين والقياده، يعني لما يجي يقول لك لو هنعمل تحالف عربي يقول لك لا، يقول لك لا نعمل تحالف اسلامي الدول الإسلامية، لأن فكرة الدين، الدولة السعودية فكرة الدين شايفة إن الدين هو أحد الوسائل أو الأدوات اللي بتمكنها من لعب، سواء وجود العلم نفسها ووجود شرعية ليها داخل المملكة، أو لعب دور أكبر خارج حدودها. طبعاً الفلوس دي بتلعب دور في رأيي أكبر من الدين، لكن من المصلحة مهمة. لكن ده أنا بتكلم عن أفكار مبدئية بس. في الوقت الراهن في فتور، لان انتم لو حضراتكم فاكرين هرجع معاكم من حوالي شهرين، فاكرين الكلام عن التدخل البري في سوريا؟ كان الكلام قال والامارات قالت احنا مستعدين والسعوديه قالت مستعدين. طب ليه ما حصلش التدخل البري؟ لان مصر قالت لا. بس ده مش معلن، يعني جزء كبير جدا من سياسات مصر مش معلنه، لكن مصر قالت لا. بالنسبه للسعوديين قول ده. انا عندي ثلاث ملفات شديده التعقيد مع العلاقات المصريه السعوديه. عندي الملف السوري، الملف اللبناني، والملف اليمني. الثلاث ملفات دول معقدين. في العلاقات مصر والسعوديه لما جاء الرئيس السيسي قال تركة كعب او مسافه السكه دفاعا عن امن السعوديه، وده واجب قومي، واجب وطني، ده امن مصري بشكل مباشر. ليس دفاعا عن الخليج ده امن مصري بشكل مباشر. لان ما بقاش حدود، لان احنا لما نيجي ندرس حدود الامن المصري، حدود الامن المصري جنوبا تصل الى اثيوبيا، الى وسط افريقيا. جنوبا الى وسط افريقيا. غربا لحدود ليبيا الغربيه. شرقا احنا طبعا لحد وقت كبير حتى للزمن الوسيط كنا بنعتبر ان سوريا هي اخر حدود مصر او الامن المصري، وبالتالي كل الغزوات اللي بتيجي من الشرق بتيجي من سوريا، بتيجي طبعا قبل سوريا بتيجي من العراق. وطبعا الغزو الوحيد اللي جه
بشرطة قاطع من اسطنبول قادما كان الغزو التركي او الغزو العثماني. دلوقتي لان في مشاريع في المنطقة، انا عندي مشروعات في المنطقة منهم المشروع الايراني. والمشروع الايراني مشروع هيمنة سواء ردينا او النهارده قبلناه او رفضناه. وبالتالي بقت حدود انك مقاومة المشروع الايراني بقت حدود الجزيرة شبه الجزيرة العربية الشرقية. انك تمنع تواصل او امتداد هذا النفوذ الى الاخوة. وبالتالي انك تحمي الخليج ده جزء من حماية الامن القومي المصري. بس يبدو ان السعوديين فهموا يعني مسافة السكة في مغرب. انا مسافة السكة دفاعا عنك. عن الخطر الذي يحيط بك. وليس دفاعا عن سياساتك. مش دفاعا عن رؤيتك للمنطقة. مش دفاعا عن افكارك حول المنطقة. مش دفاعا عن تصرفاتك في المنطقة. دي حاجة تانية خالص. وهنا هنا اللي حصل هنا في هذه النقطة تحديدا حدث الخلاف ما بين هل الآن مصر مطلوب منها أن تدافع عن السياسات السعودية في المنطقة؟ طبعا ده مش دورنا ومش مطلوب. طبعا لأن مصر كمان عندها بعض المشكلات. السعودية بتتحرك لأنها بتحاول تمد في حالة الضعف الاقتصادي الموجودة في مصر، إنها بتحاول طبعا من فترة طويلة جدا تمد نفوسها على حساب مصر بالدرجة الأولى، لأن المنطقة معروفة. يعني مين اللي يقدر يلعب أدوار في المنطقة؟ مصر. وبالتالي في صراع يعني زي الصداقة والصراع في نفس الوقت. وإحنا إذا تصورنا إن مفيش جوه علاقات الصداقة وعلاقات التعاون صراع في العلاقات الدولية، ده خطأ جوهري. لأن حتى بين أوروبا والولايات المتحدة في صراع مصالح اقتصادية. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انتوا تعجبونا بيها ان الولايات في حرب 73 ان الولايات المتحدة كانت محبسة جدا رفع سعر النفط طبقا لمشروع الطاقة الأمريكي اللي عمل نقص 68، وعشان كده ارتفع سعر النفط 73 مش حرب اكتوبر بالمناسبة اللي كانت بس التكلة. في الوقت اللي اوروبا واليابان كانوا مضطرين جدا لرفع سعر النفط. لأن في المنافسة الاقتصادية كان اوروبا واليابان بتنتج سلع ارخص من السلع الامريكية اللي بتعتمد على النفط اغلى في الانتاج، في تكلفة استخراجه من الارض الامريكية كان اغلى. وهم بيستوردوا برميل النفط بدولارات قليلة جدا سواء من الشرق الاوسط الاوروبيين او اليابانيين، فبداوا ينتجوا سلع ارخص من السلع الامريكية. ولو حضراتكم حد فيكم تابع ميزان العكس في الامريكي هيكتشف ان من دي بدايات تصاعد العكس، السلع الاوروبية واليابانية الرخيصة مقابل سلع امريكية غالية، فبدأ العالم ينتبه او يتجه الى السلع الارخص. فرفع ده احد اسباب رفع سعر النفط. يعني ممكن الصراع نفسه يبقى داخل نظام التحالف. يعني مش نظام التحالف من غير صراع ده وهم غير موجود وغير صحيح. لان يظل داخل ان نتحالف على اهداف استراتيجيه، لكن ممكن نتسارع على تفاصيل داخل هذا التحالف. لان مين لانها ادوار بنلعبها ومين هياخد دور داخل هذا التحالف، دور اكبر من الاخر او في قوه اقتصاديه او نفوذ سياسي الى اخره. بس ده مفهوم اساسي عشان في ناس فاهمه ان لما في صراع بين مصر والسعوديه يبقى في عداوه. لا، ده صراع ممكن يكون صراع داخل التحالف. انا عايز ارجع يعني علاقه مصر بالسعوديه علاقه معقده من زمان، لان انتوا عارفين ان محمد علي عمل 3 حملات والسعوديه نامت. انا رحت السعوديه سنه 81. رحت شفت قلعة ابن محمد علي اللي عاملها في الحسن. فهم مهدودة لكن سايبينها زي ما هي كرمز لطرد المصريين من الحسن إلى المنطقة الشرقية في السعودية. هم مش ناسيين قولوا أي كلام أنتوا عايزين تقولوه، لكن هم مش ناسيين إن محمد علي راح 3 مرات السعودية، لكن مش واقفين عندها. في فرق بين إن أنا مش ناسي وفرق إن أنا واقف وأعتبرها عقدة عقبة في العلاقة. طبعا انا بقول افكار عامة
وبعدين هنخش على الوضع الحالي، بس اذا ازمه بدردشه يعني. لكن بعد كده العلاقه قويت، حتى تم توقيع معاهده مع مصر سنه 1926 مع الملك، بين الملكيه في مصر والملكيه في السعوديه. وهم مثلا في 56 رغم اللي حصل القلق من عبد الناصر، لو حضراتكم فاكرين، كانوا واقفين مع مصر 100%، وادوا مصر في الفتره دي 100 مليون دولار. لو بس بالنسبه للشباب ممكن حد ما يفتكرش، لكن نتكلم على حاجات تاريخيه. رغم حاله العداء يعني مثلا كان في صراع مع عبد الناصر، لان عبد الناصر صح فكره القوميه العربيه، فكره ان العرب يجتمعوا فكره قوميه، لكن هم لا، هم عايزين الفكره الدينيه، لان السعوديه نفسها متاسسه على فكره دينيه. يعني فكره التحالف مع عبد الوهاب، وده تم من بدري، مش في القرن 19، من القرن 17، لان في الجد الاكبر، لان في عيله هي تحكم من فتره طويله. وبالتالي هي قايمه على فكره دينيه، هي العيله قايمه وتملكت تمكنت من المملكه على فكره دينيه، فكره الحكم، حكم بتطبيق الشريعه الاسلاميه. لان الشريعه هي التي ان الاسلام هو الذي يمنح العائله الشرعيه في حكم المملكه. وبالتالي دي فكره مختلفه خالص عن فكره المواطنه. فكره الوطن. ان فكره الدين بتحل فكره القوميه. فكره الوطن الدين بيحل فكره القوميه. في حين ان مصر في عبد الناصر كان فكره القوميه هي اللي كانت سائده. طبعا في خلاف شديد، طبعا حضراتكم عارفين الوحده المصريه السوريه، والوقت اللي عبد الناصر طلع فيه الشيك ب 2 مليون دولار اللي هو كانوا محاوله اغتياله، وقبض على المجموعه اللي كانت بتحاول تغتاله الى اخره. والعلاقه فضلت معقده ومتباعده لحد ما حصل بعد قدوم السادات والمصالحه مع الامريكان، الدنيا العلاقه المصريه السعوديه اتغيرت، بقت السعوديه ملاذ عماله قادمه من كل العالم العربي، ومصر اكثر دوله في عدد السكان عندها يعني هي بيئه طارده طبعا. ولو طبعا اظن حضراتكم مش واخدين بالكم، وكل ما تقابلوا شباب يقول لك انا سافر امريكا عايز اروح كورونا، يعني فكره الطارده ان فرص العمل، لان انا في الحقيقه كنت بتكلم قبل كده عندنا ازمه في النظام المصري في اداره، الازمه تحديدا في اداره الموارد والبشر، عندنا عدم كفاءه في اداره الموارد والبشر، وعندنا عدم عداله. وبالتالي عدم الكفاءه وعدم العداله بتدفع ناس على عدم التاقلم، مش عارف تتاقلم مع الحياه في مصر، فبتبتدي تهاجر لدول الخليج. وكانت السعوديه اكبر سوق في ذلك الوقت في المملكه، فتحسنت العلاقات. كمان ان العماله المصريه عماله ما بتروحش تمارس سياسه خارج بلدها، ما لا تتدخل في الشؤون الداخليه لاي مجتمع تذهب اليه، ما لهاش علاقه ماذا يحدث في هذا المجتمع. يعني مش زي الايرانيين، مش زي الباكستانيين، يعني هم اقرب لفكره ان الهنود ما لهمش علاقه برضه، ما بيلعبوش اي ادوار خارج الهند. فعشان كده كانت اكبر عماله موجوده كانت العماله المصريه والعماله الهنديه في ذلك الوقت. لكن فكره هم بقى فكروا فكره أبو مصر ضعفت الاحلال القومي. كان عبد الناصر هو او مصر في ذلك الوقت لفتره طويله جدا كانت هي الحاكمه بالدور في المنطقه الشرق الاوسط. مفيش حاجه بتحصل في الشرق الاوسط، حتى في حوض البحر المتوسط يعني، وخارج حتى خارج حدودها. كان مصر لها وجود بارز وحاد جدا في جميع الدول العربيه. وعبد الناصر اسس وحده، اول وحده تاسست في المخابرات المصريه، وحده الشؤون العربيه، تاسست سنه 1953. وهذه الوحده صارت جميع الدول العربيه وتعرفت على العائلات اللي موجوده الحاكمه في هذه الدول العربيه، وعملت علاقات قويه جدا بهذه العائلات، فبقى لها اكسس في تقريبا في مراكز صنع القرار، سواء في العراق، في سوريا، في لبنان، في ليبيا، في اي منطقه كانت مصر موجوده وبقوه. في اليمن طبعا كلكم عارفين حكايه حرب اليمن، فكان مصر تتحرك وكان لها يعني ثقل عظيم جدا. لما حصل بقى طبعا حاله الضعف او الوهن التي اصابت مصر
بسبب المصريين وليس بسبب اي سبب اخر في رايي، ايا كانت المؤامرات التي نتحدث عنها او نتبرر بها او نعتذر بها عن الحل احوال السيئه التي نحن عليها. احنا طبعا مسؤولين بالدرجه الاولى وبالدرجه الثانيه وبالدرجه الثالثه وبالدرجه العاشره، ثم ياتي اي حاجه بعد كده. يعني ده من وجهه نظري. فجاءت النفط، فلوس النفط السعودي اللي كانت بتوفر تقريبا، كان السعوديين بيكسبوا في السبعينات بعد ارتفاع سعر النفط في 73 110 مليون دولار كل يوم الصبح. وهو اول اقتصاد في العالم، حتى الاقتصاديين الامريكان والاوروبيين كانوا محترين، كان العمل هو اصل الثروه في العالم. لاول مره يبقى اصل الثروه حد ما بيشتغلش، لا يعمل. يعني بقت النظريات الاقتصاديه مش عارفه تشتغل او تفسر دي يعني. وخاصه ان النفط السعودي كان على مسافات ضئيله جدا من سطح الارض، يعني حجم استخراجه غير مكلف، عشان كده كان النفط رخيص جدا. وطبعا الولايات المتحده او الغرب عموما استغل النفط الرخيص في اعاده اعمار اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه، كان مطلوب النفط الرخيص. وفي دراسه على فكره خارجه من جامعه جرينوبل الفرنسيه بتشرح هياكل تكوين اسعار النفط في السوق العالميه، بتشرح هذه بكل الوثائق منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه لحد ارتفاع سعر النفط في 73، ازاي هيكل اسعار النفط بتتكون. وطبعا بالمناسبه الامريكان هم اللي كانوا بيقولوا الامريكان فضلت خدوا الابار بتاعكم، حقوق الامتياز اللي احنا كنا نازلين عنها. طب ما دي كنتوا استردتوها. يعني ولم يقاوم الامريكان، كانوا بيشجعوهم تشجيع حتى في الجزائر وحتى في كل حته. لكانت لانهم هيدفعوا تعويضات لكل الشركات الامريكيه في ذلك الوقت، عشان الشركات الامريكيه كانت محتاجه هذه الاموال في دراسات ابحاث الطاقه البديله. بدل ما تصرفها نجيبها، طب ما ترجع حقول النفط. وطبعا ده مش معناه ان السيطره مش موجوده، السيطره هتظل موجوده، لان مين اللي بيسوق في العالم؟ المسوق مش المنتج. وعلى فكره مش المنتج هو الهنج، لو حد فيكم اشتغل في فرع الماركتنج عارف الحكايه دي. ليس المنتج هو الملك. الملك الحقيقي هو الماركتنج، الراجل بتاع الماركتنج. وبالتالي كل الشركات الاوروبيه والامريكيه هي اللي بتسوق، وبالتالي احنا بنديكم انتجوا لو عايزين تشربوا اشربوا مفيش مشكله. وعشان كده كان سهل بسيط جدا ده، بس مفهوم انا بشر، لان العلاقات المصريه السعوديه مرتبطه بمنظومه كامله في المنطقه، مش مجرد العلاقات المباشره، مش الدايركت اللي هو فيس تو فيس ريليشن او هاند تو هاند ريليشن، لا مرتبطه بحاجات كثيره بكل اللي بيحصل في العالم. لان انت بتحاول تلعب، كل منكم بيلعب دور اقليمي، فدور اقليمي مرتبط مش بعلاقاتك داخل الاقليم وعلاقاتك خارج الاقليم. يعني ده شيء مهم. لو انتم فاكرين بمناسبه العلاقات الخارج الاقليم، اما حصلت اول غاره على اليمن، فاكرين اعلنوا اسماء الدول التي ساهمت في الغارات رغم ان لم تكن لها طائرات فعاليه، من ضمنهم مثلا باكستان لو حضرتكم فاكرين. بعلاقات خارج الاقليم، عندك علاقات خارج الاقليم تتيح لك استخدام اسماء هذه الدول في افعال انت بتقوم بيها في تبرير وتفسير سلوكي. المهم اللي انا عايز اقوله ان حاله الصراع الرهيبه التي انتابت السعوديه في ذلك الوقت، ده مع حاله الضعف التي اصبنا بها الوطن، نحن اصبنا بها سواء كان النظام او نحن، لان احنا دوله ككل هي كل اللي فيها السلطه والشعب. الدوله النظام ده حدوده ثانيه، لو السلطه دي حدوده ثانيه الذين يحكمون، لكن احنا كلنا سواء رضينا او حبينا ما كلنا ساهمنا بشكل او باخر، حتى لو بالصمت المريب، ان احنا وصلنا للحاله التي نحن عليها الان. يعني فحاله الضعف بدات توسع ادوارها الاقليميه. طبعا في مناطق في المنطقه العربيه اسمها مناطق الضعف، اللي هي مناطق يسهل فيها نشوء الصراع. عندي منطقتين يبدا فيهم النفوذ، لبنان والقضيه الفلسطينيه. لبنان وطن طائفي اذا كان جاز التعبير. يعني انا رايي ما فيش مواطن لبناني، في شيعي، في سني، في ماروني،
كلمة المواطن تختفي خلف الفئة أو الطائفة اللي أنا بنتمي لها. عشان كده في المخصصة. الوطن لا الديمقراطية لا تتم فيها مخصصة. الديمقراطية المواطنون سواسية. بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو أي شيء. نتساوى جميعا ونتفاوض ونتصالح أو نتخاصم أو قدام صدور الانتخابات. وأمام شكل الوطن المتعارف عليه في العالم. فطبعا عشان كده في مخصصة ما فيش البنيان مش متماسك فيه. رغم ان اللبنانيين هم رحتهم وقابلتهم كتير وعشت معاهم فتره هم من اكثر شعوب الارض حبا للحياه وقدره على التوافق. يعني عندهم قدره على التوافق انا رايي لا يتمتع بيها حد في العالم العربي زيهم. يعني حجم التناقضات اللي موجوده في المجتمع اللبناني كبير جدا لكن عارفين يتوافقوا لكن بتيجي لحظات حجم التوافق ده ما يقدرش يلم حجم التناقضات فتنشأ الحرب الأهلية. وطبعا لما نشأت الحرب الأهلية في السبعينات مع صعود النفوذ السعودي كان سهل جدا لأن ده محتاج فلوس تدير بيها الحرب ومحتاج سلاح. وبالتالي أنت عندك صراعات أنت عندك المسلمين وعندك المارون وكان عندك كذا طائفة موجودة داخل لبنان فمحتاج أنت انك تخلق نوع من التوازن عشان المجتمع اللبناني ما يتحولش ممكن المسلمين يكسبوا سبع الشيعي كالسعودية كوجهة نظر السعودية والسنة أقل وطبعا شيء طبيعي عايز اتحارب عشان المرون ما يكسبوش وهم الانسان ففي انا عندي لبنان نقطة دائما من استغلال للسعودية ولبنان على فكرة طول الوقت طول عمره بيدار من خارج لبنان يعني انا رأيي من جزء كبير جدا من طوائف اللبنانيين هم وكلاء داخل محليين وده بيبان اصلا حتى عن طول لحظه لما حصلت الازمه راح فين سنير جعجع راح فين يعني لما تابعوا حزب الله طالع منين طب السنه حتى في السفر مين بيدافع وراهم يعني هتلاقوا دائما هناك ايدي خارجيه بتساعد فكان ده جزء ان ينفذ النفوذ طبعا احنا في الخمسينات كان وجود المصري القائم قوي جدا في لبنان لدرجه لما جينا نهرب عبد الحميد سراج من سوريا بعد انفصال مصر الوحده المصريه السوريه كان في سجن المزق عرفناه راح لبنان من لبنان جبناه على مصر لكن وديناه لبنان لان كان لينا في لبنان قاعده كبيره جدا وركب الطياره من غير ما يتفتش من غير ما حد يعرف في مطار بيروت يقرب حتى من الناس راح تركب الطياره ده انا بوريكم مدى حجم النفوذ حتى على السلطات فهم بداوا يحلوا محل الدور المصري في لبنان وبعدين انا عندي قضيه فلسطينيه. انا اعمل صندوق القدس، اعمل الساعه المقاومه الفلسطينيه شكلها طبعا هم احد اسباب قوه حماس على سبيل المثال. وبالتالي في دور العاب القضيه المحوريه وهي ازمه ان قضيه فلسطينيه قضيه جماهيريه بمعنى قضيه شعبيه، ده شعبان عبد الرحيم بتاع العرب. وبالتالي انت عايز تكسب شعبيه عند ناس كثيره بتدافع عن القضيه الفلسطينيه بشكل او باخر طبعا هي قضيه حق هي قضيه جوهريه في فرق بين انها قضيه حق وان انا بستغلها ان انا بلعب بيها كورقه صناعه ومن هنا بدا يبقى في انتشار نسبي بدا لو كانت كل ده بعد حرب 73 بدا يبقى في وجود في طلبة موجود في لبنان يقدر عن طريق اللبنانيه اللبنانيه في العلاقه بين اللبنانيه السوريه يبقى لك وجود نسبي في نسبي بس مش كبير في سوريا لك تاثير في سوريا. اما طبعا السوريين تحالفهم مع مصر تحالف استراتيجي. حتى لو حصل خلافات عنيفه جدا ما ينفعش هم نفسهم عارفين واحنا عارفين. دور رومنتين الميزان طبعا الدنيا اتغيرت. طبعا لو حد فيكم نقول له حتى تخيل في اي لحظه من اللحظات ان حال سوريا الحالي يبقى هو ما ينفعش. فبدا هذا ضرب النفوذ المصري وطبعا كان جزء زي اعتقد ان الاستاذ جمال فهم جه يتكلم عن الصعود الديني دور السعوديين في الصعود الديني كان جزء من يعني تمت محاوله تغيير هويه مصر بشكل يعني لو حضراتكم فاكرين
فاكرين معظم المصريين المدرسات المصريات اللي راحوا السعوديه كلهم رجعوا لابسين زي سعودي. 99% منهم راجعين لابسين نفس الزي سعودي، وانا لان كنت هناك وقعدت حوالي سنتين فشفت ده بنفسي، ولما رجعت وكنت بقابل يعني بشوف المدرسات اللي ليها علاقات كثيره بيهم، فكنت بشوفهم هم راجعين بيلبسوا سعودي. كان هناك جوامع المساجد، يعني كان فعلا بيتم هناك تغيير عقليه، لان في المصريين مصروا المسيحيه، المصريين مصروا الاسلام. يعني انتوا اما تيجي تشوفوا المسيحيه في مصر مختلفه عن المسيحيه في اي حته في الدنيا، الاسلام في مصر مختلف عن الاسلام في كل حته في الدنيا. يعني طبيعه النهر، الطبيعه النهريه للمصريين كانت بتاثر، ما فيش الطبيعه الصحراويه اللي طالع اللي جاي منها دين الاسلام، لا دي طبيعه نهريه. فالتسامح، المحبه، الاحترام بدين الاخر، عدم طبعا ده مش معناه بشكل مطلق، طبعا في ناس بتتعصب في كل وقت، يعني التاريخ المصري كله على فكره، يعني فكره المصريين متسامحين طول عمرهم دي اكذوبه، لا كان في دائما احداث عنف من ان لاخر بتحصل ضد المسيحيين، لكن مش دي السمه، يعني مش ده التيار العام، ده مجرد نتوءات بتحصل في المسيح. هم جم بقى غيروا هذا الفكر، لان محمد عبد الاب مش عايز اخش في تفاصيله، مثلا ان خارج ان مخالفه في المله عدو، من اول لحظه هو عدو، ما تسلمش عليه، ما تحضرش حياته، ما تقولش معاه، ما تسلم، يعني هو عدو من اول لحظه، لانه هو مش عاوز، لانه هو يبقى معاك لو امن بدينك، وبالتالي ده جزء من الثقافه. فطبعا انفقوا كميه من الاموال في مصر تسببت في ما يسمى انا في رايي حاله انهيار في العقل المصري، يعني نوع من الانحطاط حصل في العقل المصري. لان انت بتتكلم مش على الاف، انت بتتكلم على ما لا يقل بشكل او باخر في خلال ال 40 سنه الاخيره، يعني نتكلم من 75 لحد دلوقتي، انت بتتكلم عن 16 17 18 20 مليون مصري راحوا ورجعوا بطريقه او باخر. وده رقم مخيف. يعني ده لما تيجي تحجم التأثير عليهم ده مخيف. وبالتالي هم عاملين جزء خارب في الجامعة الداخلية المصرية، لكن عاملينه بيبقى سوفت وير مش عاملينه هارد وير. لحد طبعا ما حصل 11 يعني ثورة 25 يناير. ثم صعود الإخوان. صعود الإخوان عدل بعض أفكار السعودية. السعودية احتضنت الإخوان المسلمين بعد 54 و65. وأسسوا هناك خلايا كبيرة جدا داخل المملكة. وأستطيع أقول لكم وأنا مغمض، مفيش ركن، مفيش مدرسة، مفيش ركن في السعودية مفيهوش حد إخوان. لما وصل الإخوان للحكم في مصر بدأ الإخوان، ده السر بقى ليه ساعدونا بهذه الطريقة بعد 30 يناير. في 25 يناير كانوا ساعدنا بالإكرام خوفا. مضطرين عشان، لكن 30 يونيو هم بيتخلصوا من خطر. الاخوان وانا ليا اصدقاء رجال اعمال سعوديين، فكانوا بيجوا ايام ما كان المرسي بيحكم في السنه وقبلها مجلس الشعب، كان عندهم حاله هلع وفزع فظيع، لان بدا الاخوان المسلمين في السعوديه يعلنوا بوقاحه وبجراه عن وجودهم وعن مطالبهم. وهم كانوا متخيلين الاخوان المسلمين ان النكست ستيب بعد مصر، بعد ما تستقر مصر، هتبقى السعوديه. بحجم التواجد اللي موجود، بحجم التواجد اليوم في المملكه. وطبعا حست العيله بالخطر الشديد جدا بيهم. رغم وطبعا في مش معضله ان في تحالف ديني سياسي. بس التحالف الديني بيأيد العيلة من غير ما يشاركها مشاركة مباشرة في الحكم، وبيشارك من خلف الستار. هذا الدور مقبول من أي حد، يلعبوا الوهابيين، يلعبوا الإخوان، يلعبوا السلفيين، يلعبوا أي حد.
لكن فكره انك عايز تطلع من خلف الستاره تقف قدام الستاره على على خشبه المسرح مباشره ده مرفوض. ده الخطر الحقيقي اللي بيفكروا. هم عايزين الشرعيه من الدين دون ان يشاركهم الدين النفوذ أو الاشتراك في السلطة والثروة. شاركونا في السلطة والثروة عطايا أنا بمنحها ليك. زي عائلة الشيخ زي عطايا أنا بمنحك عطايا. لكن مش مشاركة ما أنتش أنا بديك عطايا. وبالتالي لما حصل 30 يونيو تنفذوا الصعداء وقرروا مساعدة مصر للتخلص من جماعة الإخوان، لأن التخلص من الإخوان في مصر يعني بالضرورة انهيار او ضعف جامعه الاخوان في السعوديه لدرجه كبيره جدا. وده حصل بدرجه كبيره جدا في السعوديه طبعا مع اللي حصل. فضل الدور الاقليمي. الدور الاقليمي السعوديين انا رايي عندهم مشكله في الرؤيه الاستراتيجيه. ما زال العقل القبلي. يعني لما قعدت اتابع فكره الصراع السعودي السوري في بشار الاسد تكتشف يعني انا اتكلم عن نفوذ الايراني والمشروع الايراني بس انا عايز اقول ان بشار الاسد شكل من العيله السعوديه وهدف. احنا بنتكلم عن ثار شخصي. صحيح هم متهمين السوريين بانهم قتلوا رئيس وزراء لبنان الاسبق الحريري هو كان لبناني سعودي او سعودي لبناني يعني اذا جاز تعبيره كان هو الممثل العائله المالكه الحاكمه في لبنان. التخلص منه طبعا عمل لهم مفاجاه شديده جدا في حق في وجود لبنان وده ما يقدرش سعد ما قدرش يملى الفراغ اللي عمله الحريري. وبالتالي كان في مشكله طار كمان. لكن في فكره قبليه فكره ان البشار شتم الملك واهانه. وبالتالي في صراع لان السعوديه من ضمن الحاجات اللي يعني لما تيجي تكتشف انا سالت واحد من السعوديين عايزين تغيروا النظام في سوريا. هو ده مش تدخل مباشر في الشؤون الداخليه؟ اليمن ممكن افهمه. يعني اليمن تمثل خطر على السعوديه ده 100%. بتتكلم عن حدود مباشره. بتتكلم على 27 مليون يمني 85% منهم تحت خط الفقر. هم مش عارفين يتعاملوا مع مشكلة اليمن. مشكلة اليمن كانت ممكن في رأيي إنها تتحل لو كانوا أعلنوا للهادي أنه يمكن قبول اليمن عضوا في مجلس التعاون الخيري. واليمنيين دول بكرة الصبح لو اتقال لهم أنتوا هتبقوا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي يبقى لكم حريه حركه داخل دول المجلس، يعني ممكن تتنقلوا وتشتغلوا في السعوديه او في الكويت او في الامارات او في قطر او في البحرين. مشكله اليمن تتحل بعد 24 ساعه. لان هنا المصلحه لعموم اليمنيين هتبقى اقوى كتير من فكره الصراع الطائفي. انا بتكلم عن 27 مليون لكن السعوديين خايفين من فكره ان 27 مليون كتير جدا. يغيروا الكثافة السكانية والديموغرافيا بتاعت منطقة الخليج. فحتى في بعض المفكرين المصريين في الفترة الأخيرة يعني في بتكلم عن الأسابيع اللي فاتت دي قالوا لهم ممكن تحددوا مواصفات الأشخاص اللي بتتحرك داخل مجلس التعاون الخليجي بين اليمنيين لكن عشان تحلوا مشكلة اليمن لكن في خطر في الجامعة. لكن هم كانوا طبعا مصر لا تشارك، ده الجزء بقى اللي عامل ازمه اليمن. لا تشارك في غاره اليمن او في حمله اليمن الا حاجه واحده بس. حمايه مضيق باب المندب فقط. مصر لا تشارك في اي عمل داخل قوات التحالف حتى بيستخدم اسمها الا فيه. مصر بالنسبه للموقف السوري عندها قناعه معينه بتدرسها لكن مش معلنها، مع ان الاعلان عنها يفيد ان مصر مع اي عمل يحافظ على وحده الاراضي السوريه وضمان سلامتها كوطن متكامل. اي كدر ده مهم جدا بالنسبه لنا.
طبعا فكره طبعا جت فكره السعوديه والامارات لدخول حرب بريه على في سوريا لمحاربه التطرف. انا مش عارف تحارب مين بالظبط يعني، انت لو ركزتوا طب انت هتحوش ضد داعش. الخطوط متشابكه على فكره، انا عندي خمس جماعات موجوده في سوريا، مش داعش بس، انا عندي داعش وعندي انصار، عندي جبهه النصره، جبهه النصره، وعندي انصار الاسلام، عندي جماعه اسمها عندهم برضو بالحته صغيره كده، اصل في حته صغيره، وعندي المعارضه السياسيه وعندي نظام الاسد. ما هو المعارضه السوريه جيش حر. وبالتالي انت رايح تحارب مين بالظبط؟ ودول في تدخلات. وبعدين زي مشكله اليمن، انت بتحارب في اليمن، بتحارب الحوثيين. طب ما انت او فانت بتحارب الحوثيين بدون ان تقصد بتقوي مين؟ هم الحوثيين بيحاربوا مين؟ الاخوان. داعش والقاعده. انا ابو عايز اوريكم منطقه ومربكه الى درجه مسيئه، يعني لما تحارب حد تلاقي نفسك بتأوخ عدوه واخطر. وبالتالي في مشكله في 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 اليمن، وكل المشكله عندنا سواء بقى، انا عندي مشكله بالنسبه للسعوديين تحديدا، عنده مشكله في اليمن، عنده مشكله في العراق، مشكله سوريا انا رايي اختراع، ومشكله لبنان نفوذ، يعني سوريا والعراق نفوذ. لكن المشاكل المباشره التي تخص السعوديه هي مشكله العراق ومشكله اليمن. انا بتكلم عن مشكله حدوديه، ده حدود في حدود. المنطقه بتشتغل فيها ثلاث مشروعاتكم، المشروع التركي والمشروع الايراني والمشروع الاسرائيلي، وطبعا هو المشروع سبورتد باي يونايتد ستيتس، يعني ده المشروع الاسرائيلي. وهنا السعودية ما عندهاش رؤية استراتيجية إلا موجودة عند مصر، بمعنى ليس من مصلحة الصراع سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان أن يكون سني شيعي، ما ينفعش، لأن الصراعات لما تكتسب صبغة دينية تتحول الى طارات ابديه. ما تنتهيش. صعب انك تنهيها. وانا رايي انها على غير حقيقتها. لان في النهايه مجلس يقيس حجم عدد الشيعه في المنطقه العربيه بالنسبه للسنه قد ايه؟ يبقى من اين كيف يكون هناك خطر من الشيعه؟ لكن السعودية ارتكبت حماقة عظيمة بالإعلان اللي فات، حزب الله جماعة إرهابية والأخطر عملت حاجة خطيرة جدا، فنشت كل اللبنانيين، كل اللبنانيين كان بدأت باللبنانيين الشيعة من سنتين، أي لبناني شيعي في العراق في سوريا في السعودية خد استمارة ستة خلال السنتين اللي فاتوا. في خلال الشهر اللي فات ده والشهرين ده مشيت عدد ضخم جدا من العماله اللبنانيه. طيب اللبنانيين اما يفقدوا مصدر رزقهم وجزء كبير منهم شيعه، انت بتدفعهم فين؟ يعني انت رايح تدفعهم فين؟ ايران. انت بتدفعهم مباشره ايران. اولا انت دلوقتي بتطلب من حزب الله ان يتصرف، انت كل يعني مثلا كنت بتكلم انا احد المفكرين المصريين امبارح في قضيه، هل من مصلحه مصر انها تتبع نفس الخطوه السعوديه في اعلان حزب الله جماعه ارهابيه مقابل ان تحصل مصر على تأييد لفكره ان حماس جماعه ارهابيه بعد التحقيقات اللي اظهرتها اغتيال النائب العام بعد ما ثبت تدريب حماس حسب الاعترافات المتهمين والكلام اللي قيل ولا لا؟ وانا بتكلم بقى بتقول لا. طب انت عايز حزب الله يعمل ايه؟ يعني انت اما مصر تعلن ان حزب الله جماعه ارهابيه وما
مصر هي اكبر قوه اقليميه موجوده في المنطقه. ده معناه ايه؟ معناه ان حزب الله، خلي بالكم، لا يكون طرفا في اي حكومه لبنانيه، لا يكون طرفا في اي مؤسسه تشريعيه في لبنان، لا يكون طرفا اي شيء من حزب الله في اي جهاز تنفيذي من جوه لبنان، ولا اما الحكومه اللبنانيه تتعاون مع ارهابيين. قلت له انت احنا عايزين ندفع حزب الله فين؟ يعني عايزين نخليه يعمل ده؟ احنا بندفع حزب الله لمزيد من التشدد ومزيد من التطرف. احنا لو عملنا، طبعا ده جزء من اللي طلبها السعوديه بالمناسبه، هو اعتبار جزء من الخلاف بقى، هو اعتبار حزب الله جماعه ارهابيه. في حد تدخل وقال طب احنا كمان نطلب مقابل ده، نطلب من دول التعاون الخليجي، وبالتالي هي اللي وافقت كلها، ان جماعه حماس جماعه ارهابيه. انا عندي مشكله مع جماعه حماس، which is true، لان ما فيهاش هزار. عندي خطر على ان القوم المصري منها، ما فيهاش هزار، ايا كان رايي حد من حضراتكم. لكن ليس من مصلحتي، ليس من مصلحتي هو فكره صناعة جماعات إرهابية علنية داخل المنطقة. إن أنا أخش في خصومات وعداءات مباشرة مع، أنا من الأنصار في السياسة العداءات المكتومة. المصالح المكتومة والعلاقات والعداءات المكتومة. لكن ما ينفعش إن أنا أوصل، يعني ما أقطعش حبال من خطأ قطع الحبال مع اي اطراف داخل. دي مش سياسه، ده كده بنهزر، ده احنا كده بنهزر. وبالتالي اعتبار حماس، ده جزء من الخلاف بقى بينك وبين السعوديه، اعتبار حماس، اعتبار حزب الله جماعه ارهابيه خطا حقيقي وضد، بالعكس انا رايي اعتبار حماس جماعه ارهابيه سوف يشعل حرب اهليه لبنانيه بعد فتره ما. لان هيبقى وجوده داخل المجتمع اللبناني بقوه السلاح، مش هيبقى. وطبعا عندي مشكله في لبنان اصليه، ان انا عندي جماعه السلاح اللي معاها يناهض او يماثل سلاح الدوله اللبنانيه، وده ما يخليش ده دوله، ما يبقاش في دوله، احنا بنهزر يعني. لكن انا عندي دلوقتي صعوبة اختيارات معقدة، زي ما قلت الموقف معقد جدا، اختيارات معقدة ما بين ان انا اتسبب بشكل او باخر على اللونج ران، لان اي تشدد من حزب الله سوف يدفع، انا هيبقى هيفرض وجوده بالقوه بقى، ما فيش قدامه حل ثاني. ما انت مش هتستبعد كل الشيعه، واغلبهم عدد كبير جدا منهم في حزب الله. لان ما تنسوش ان حزب الله هو اللي حرر الجنوب اللبناني سواء رضينا او ما رضيناش. قبلنا او ما قبلناش. دي مش بمزاجنا يعني. وبالتالي انت بتدفعه لاحضان ايران اكتر، وتبني سياسات ايرانيه اكثر فجاجه بشكل اكثر فجاه، وانه يمارس العنف داخل لبنان. بالنسبه لسوريا، كان رئيس المخابرات الامريكيه السابق اللي هو هايدن، اسمه مايكل هويدن، قال عباره شهيره جدا، ميرسي ان ان من ثلاثه او اربع ايام في حوار عملوه مع سي ان ان. قال حاجة مهمة جدا، اسمحوا لي أقرأ لكم عشان تعرفوا حجم المخاطر الحقيقية التي تحيط بهذه المنطقة. ده كلام مباشرة، هو سي ان ان يعني مش قناة عربية ولا حاجة. الأوقات الحالية تشهد تغييرات تكتونية، التكتونية اللي هي في بنية الأرض التحتية التي تحرك طبقات الأرض من تحت، زي ما بتحرك القارات وتعمل تلامس في منطقة الشرق. قال ان الاساس القانوني اللي اتعملت عليه المنطقه العربيه بعد الحرب العالميه انهار تماما، سواء كان سيركس بيكو او معاهدات فرسان. ويمكنني القول بان سوريا لم تعد موجوده، مفيش حاجه اسمها سوريا، والعراق لم يعد موجود، مفيش حاجه اسمها العراق، ولن يعود كلاهما ابدا، ولا
ولبنان يفقد الترابط. وليبيا وليبيا ذهبت منذ مده. ده بالنص. ده تكست انا مش من يعني ما فيهاش اي فزلكه في الترجمه. ده تكست من نص يعني. يعني عايز اقول لكم العلاقات المصريه السعوديه بتتحرك في ظل تغيرات تكتونيه في المنطقه. وبالتالي مصر هي الاكثر خبره، هي الاكثر وعيا، هي الاكثر رؤيه استراتيجيه. السعوديين دول غالبا بتتكلموا على دوله عائليه كنا سنه كام؟ 32. خبراتهم السياسيه وعاشوا طول عمرهم الحمايه الغربيه. البريطانيين اساسيهم والامريكيين تولوا حمايه العائله بعدها. وهم كانوا وهم طول الوقت طبعا لهم تاثير في استثماراتهم في اوروبا الى اخره، لكن اسمها التاثيرات او الشروط التي اقبلها. فمين يعني انا موافق عليها، لكن في لحظات ممكن ما اوافقش. يعني مثلا لما حصلت مشكله بين مصر فرنسا هم تدخلوا، سعود الفيصل الله يرحمه لو انتم فاكرين، راحوا حل الازمه بسهوله وكدد بان هل الاستثمارات السعوديه من فرنسا استجابت فرنسا لمصلحه مصر. وبالتالي هذه العلاقه هتفضل معقده ما بين ادوار اقليميه تريد ان تلعبها السعوديه وفق رؤيه ضيقه. فكره أنا مش عايز أقول طريقة طفولية أو فكرة إن أنا عايز اللعب دي. اللعبة دي بتاعتي واللعبة دي بتاعتي واللعبة دي بتاعتي. بغض النظر اللعبة دي فيها قنبلة هتنفجر فيك ولا لا. يعني هو المشكلة إن العائلة السعودية حتى هذه اللحظة لا تدرك أن هناك مخاطر حقيقية تمس المملكة كمملكة. مش العيلة كعيلة. العيلة ممكن تاخد الدرعية. مش مشكلة. لكن السعودية ممكن أن تنقسم لسببين بسهولة شديدة جدا. وأنتم عارفين إن إمارة الأردن، إمارة شرق الأردن اتكونت والسعودية بتتكون. أنتم عارفين إن الشريف حسين طرد من مكة. عارفين التاريخ ده؟ وأعطيت له إمارة شرق الأردن التي لم يكن لها وجود في التاريخ تعويضا عن هذا الجزء من الاراضي الحجازيه التي ضاعت من شريف حسين. وبالتالي طبعا البريطانيين عبقره. البريطانيين كنت بتكلم في وانا في البلكونه دائما في اي مشكله اي صراع في العالم لا يمكن يحلوه، لكن يصل به الى نقطه توقف ويظل خامدا الى ان يشتعل في اي وقت ما يسير في اي حته في الدنيا. ركعوا اي مكان في العالم كان في البريطانيين. طبعا الامريكان تعلموا هذه الخبره العظيمه او السيئه من البريطانيين، ان الصراعات تظل قائمه. يعني اوصل لنقطه من التنسيق لكن تظل قائمه. فالعلاقه بين مصر والسعوديه علاقه مؤقته. عندي ملايين من العماله هناك، لكن طبعا مش هتمسك بايدي منها. لكن انا كمان لازم احافظ على السعوديه، لان تفكيك السعوديه خطر. لكن مش هدافع، لكن هيظل الخلاف ده قائم وموجود. وزي ما قلت لكم رؤيتهم ان صراع شيعي سني، وده احنا في مصر واخدها تماما. احنا شايفينه انه صراع مصالح ضد ثلاث مشروعات موجوده في المنطقه، مشروع تركي ومشروع ايراني ومشروع اسرائيلي سبورت باي يونايتد ستيت او امريكي بتقوده اسرائيل. والمشروعين التانيين بشكل او اخر مرتبطين برضه، الامريكان ليهم دور فيه. يعني من ضمن الحاجات اللي حضراتكم مثلا قطر كجزء من يعني ليه وجود حتى وجود الروس في سوريا. ده روسيا جايه سوريا تدافع عن حياتها بشكل مباشر. يعني السوريين مش جايين يدافعوا عن مصالح، لا، الروس في سوريا يدافعون عن حياتهم بشكل مباشر. اوروبا والولايات المتحده قررت حصار الغاز الروسي. والغاز الروسي طبعا عارفين
حضراتكم طبعا عارفين ان روسيا دوله صاحبه موارد خرافيه، سواء من حيث الماء او الموارد الماديه، ميه، معادن، بترول، اي حاجه، وعندهم تراكم معرفي وثقافي عالي جدا، وعندهم ازمه في الاداره، ازمه متوارثه زي الازمه اللي موجوده في مصر. عندهم ازمه جهاز اداري ضم، وهو اللي مش مخلي روسيا تتحول الى عملاق ضخم بسرعه. لكن هي طبعا هي مؤهله اكثر من الصين بالمناسبه، احسن بس في احيانا بعض افكار كده بتنشر وتكتب، لا هم مؤهلين اكثر من الصين بكثير. انت بتتكلم على تراكم معرفي وتراكم ثقافي وتراكم حضاري وثروه مخيفه. يعني حضرتك خش كده على خريطه روسيا واكتبوا وشوفوا الموارد اللي عندها دي، حاجه يعني تكاد تكون روسيا واحده من اكبر موارد الماء في العالم. ميه، والميه انا كتبت مقال من 40 سنه، المياه هي بترول القرن القادم. ميه اغلى من البترول دلوقتي. مش طويل يعني، عشان وبالتالي الغاز، فكانوا فكروا ان الغاز القطري بديل. الغاز الروسي من الاراضي الاوكرانيه على اوروبا في الانبوب. فكانت في فكره ان قطر يطلع غاز لقطر على العراق، على جزء من شمال سوريا، على تركيا، ومن تركيا على اوروبا. الاتراك كانوا هم سعداء انهم هيتحكموا في جزء من انبوب الغاز. مش عايز اقول لكم، ولهذا خلقت داعش. داعش كانت موجوده عشان تحافظ او تؤسس او تحافظ على الخط الانابيب اللي هيمتد من قطر داخل الاراضي العراقيه والاراضي السوريه، وكان دي الحدود اللي مطلوب منهم يتحركوا عليها. لكن احيانا جنون العظمه بتسيطر على بعض الناس وتتصور انها تقدر تتحرك خارج المخططات، فخرجوا بره المخطط. فاحنا بنضربهم جوا، طبعا لو قعدنا نضربهم جوا 5500 سنه او 6000 سنه او 9000 سنه او 15000 سنه مش مشكله يعني. يعني الحرب من الجو دي احنا بنهزر مع بعض، لان اي حرب من الجو بتضعف العدو لكن القوات البريه هي اللي بتمسح الارض. يعني بدون وجود قوات بريه ده وجود لك حقيقي على الارض. وبالتالي الحرب الجويه واحنا بنحارب داعش والكلام ده، لكن احنا في حال واحنا بنحارب داعش بننسى ونرمي لهم معدات، وننسى ونرمي لهم بعض الحاجات. يعني من باب الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها. طبعا هم بيبيعوا نفط، داعش بتبيع نفط، بيبيعوا فين ومين؟ ما بتتباعش، لا تبيع الكواكب من السماء. يعني مش جايب الناس فضائيين بينزلوا ياخدوا البترول من سوريا ويطلعوا، لا ده معروف. وطبعا كل اجهزه المخابرات عارفه مين اللي بيشتري وعارفه بيروح فين بالتفصيل. يعني اي انكار في المسؤوليه دي احنا بنهزر يعني، ومسامحين بده ومسامحين ده. كان في ولد هربان من انجلترا، وكانت القوات يعني البروس البريطاني بيدور عليه، فاكتشفوا انه عدى دخل سوريا عن طريق تركيا عادي. الاتراك استلم جواز سفره بالداخل وخرج من الاراضي من الاراضي التركيه على سوريا بجواز عادي. يعني ما حصلش منه ليا صديق شغال في الامم المتحده وشغال في المناطق التي تحكم على داعش بصفه موظف الامم المتحده بيساعد على الجزء الانساني. فطبعا التهريب واضح جدا ومسائل. فطبعا الروس هناك بيدافعوا عن وجودهم. هتظل المشاكل قائمه، لان الصراعات في المنطقه هتظل قائمه. ليس في المنطقه قوه قادره على حسم او انهاء هذا الصراع. النظام العربي نظام ضعيف. احد اسباب هذا النظام ضعف النظام ان كان الغرب دائما جزء من القرار العربي منذ نشاه الجامعه العربيه سنه 45. وبالتالي لما نيجي ناخد موقف، اي موقف، فدائما في فوضى في المواقف العربيه، لان طبعا كل المحمي لازم نعترف، احنا مع احترامنا للخارجيين وكل حاجه، لكن هم محميات غربيه. يعني في النهايه مش محميات، مش اسرائيل، لكن هم عائلات مرتبطه بمصالح استثمارات والى اخره في دول غربيه، وبالتالي هم بيحموهم، وده شيء طبيعي. يعني اقصد انا مش شايف ان لكن وبين هم اللي بيحموا العائلات المالكه، هم جزء من القرار. سواء قرار مصر المشكله ايه بقى؟ مصر هنا مصر مكتوب سواء في العلاقات السعوديه او في العلاقات حتى المصريه الامريكيه، المريض الذي لا يموت ولا يشفى. او على راي برضه مفكر مصر قال لي، مصر تطفو لكن لا تسبح.
عشان كده كل المساعدات، كل الحاجات اللي بتتم لنا، كل العلاقات المعقده سواء قطر او السعوديه او انت تطفو انك ما تموتش، غير مسموح ليك. وانا مبسوط من الحكايه دي، لان اذا كانت مصر عايزه تعيش او تسبح عليها ان تسبح بنفسها. اذا كانت عايزه تعيش وتنقذ نفسها يبقى بنفسها، مش عن طريق الاخرين. وطبعا في كلام بيتقال كتير عن استثمارات وحاجات زي كده، سواء سعوديه او خارجيه او اي حاجه، مش هيبني مصر غير المصريين. انا ما اعرفش مجتمع في العالم او اي حضاره غربيه او اي حضاره في العالم، ما اعرفش حضاره بناها اجانب، بناتها استثمار اجنبي. ما عنديش معلومات. انا بتكلم على حضاره، مش بتكلم على مشروع، بتكلم على دوله، مش بتكلم على مؤسسه. انا ممكن اجنبي يستثمر معايا في مؤسسه، لكن يبقى في مشروع وطن، بناء وطن، إعادة بناء وطن بشكل مختلف، ده مشروع وطني 100% 120%. ودور الآخرين سواء كانوا عربا على حدودنا أو أصحابنا أو دمنا 1% 2% 5% مش عارف. وطبعا إحنا عجزة أو مرضى إن إحنا نصل إلى هذا الدرجة، عشان كده إحنا هم بيستغلوا ده زي ما بقول لك في حاله يعني حركه الامام، رغم ان عندهم مخاطر حقيقيه لكن بيحاولوا يوسعوا الخصوم سواء في لبنان او في سوريا. طبعا العراق مقفول عليهم لاسباب خاصه بالتكوين العراقيه. وانا عندي معلومات في مفاوضات دلوقتي في اليمن بتحصل بتجري، واتصور ان شده الحرب والغارات هتزداد خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين أو أربعة، على طريقة نظرية هنري كيسنجر، إنك بتولع الموقف أو بتسخنه إلى أقصى درجة ممكنة، لأنك بتسخن الحديد ثم تتركه فيلين. فنتصور إن في حلول قريبة نسبيا في اليمن. وعشان كده أنا أعتقد إن الحرب هتزداد أو طارة أو وتيروها وتيراتها في اليمن خلال الشهور القادمة إلى درجة مزيرة. دي افكار عامه كده سريعه عن طبيعه العلاقات بالنسبه لمصر والسعوديه، مفهوم كل منهما للامن الاقليمي او التعامل مع المشكله اللبنانيه او السوريه او اليمنيه. طبعا كلنا في كل الحاجات لا تدخل مباشر، وان الحل السلمي هو المطروح في كل الحالات. السعوديين عايزين يدخلوا تدخل مباشر، عايزين يغيروا نظام حافظ الاسد، عايزين الخطر اليمني يقدروا يكتسوه، ده مستحيل، موين مستحيل بكل المقاييس. 27 مليون يعني مش ما بتتكلمش على 500,000 ولا نص مليون، بتتكلم على 27 مليون. بتتكلم على عدد سكان اكثر من السعوديه، بتتكلم عن ايه؟ فطبعا مش هتقدر تكتسها، طبعا عندهم مشاكل في نجران رسم الحدود، وقدروا ايام الملك عبد الله يرسموا جزء. ومصر مؤمنه ان الحل السلمي، هم عشان كده مش متدخله في اي عمل عسكري، وده غاضب السعوديه. اعتبار حزب الله منظمه ارهابيه، المصريين عندهم حسابات اخرى متعلقه، يا ترى هي محتاجه مصر اشعال مناطق اخرى وتجزئات اخرى في المنطقه، وهي اصلا منطقه اصلا منيله ب 60,000 نيله. وطبعا مشكلة سوريا لا حل في الأفق. مشكلة العراق، طبعا العراق أنا رأيي إنه لما يقعد عراقا بقاله أكثر من 15 سنة مش من دلوقتي. الأكراد أنا رحت الأكراد من حوالي 5 سنين. يعني قبل 2010. دي دولة مستقلة. نهائيا. اكلهم، شربهم، مواردهم، ميزانيتهم، تعليمهم، حتى لغوا اللغه العربيه من المدارس، وبيعلمونا الان اللغه الكرديه. الكلام ده من دخلنا دلوقتي في 20 سنه او 15 سنه. في اواخر ايام الحصار، يعني مع انهيار صدام حسين، نظام التعليم كله بقى كردي، ما فيش لغه عربيه. الاجيال الجديده لا تتحدث العربيه. الكبار بس في السن
هم اللي بيتحبسوا العربية. قام رحت قلت لهم انتوا بترتكبوا جريمه في حق الاكراد. قلت لهم هتبقوا اقليه في المحيط. انتوا ليه تبقوا اقليه في المحيط؟ انتوا ليه ما تتعاملوش مع 350 او 400 مليون بني ادم؟ ليه عايزين تتعاملوا مع بعض بس؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا بتغلطوا خطا فظيع. وبعدين انتوا ما هتستقلوا ما عندكوش مينا. يعني منطقه كردستان بلاش مينا. هما طبعا عندهم حلم كردستان الكبرى انه ياخدوا الجزء بتاع قباني وما حولها بالنسبه لسوريا، وياخدوا الجزء بتاع تركيا، وياخدوا الجزء بتاع هم موجودين في اربع دول. وخد لا معرفش حضرتكم عارفين ولا لا، ان اللغه الكرديه مختلفه. يعني اكراد ايران عندما يتحدثون لا يفهمهم اكراد العراق. يعني ما يفهمهمش. يعني في ودي مش مجرد لا لكنه، لكنه ممكن تتفهم. يعني مثلا زي كوكني اللغه الاوكنيه مثلا بالانجليزي بس تقدر تفهم يعني لغه. لكن هناك الاكراد لا، الاكراد دوله مستقله. والشيعه طبعا عايزين في العراق، بيقول لك اننا تعذبنا ب 1400 سنه، حان وقت ان نعوض هذا العذاب، مش هنتنازل عن العذاب. فهي مشاكل مستمره، لكن فكره ان يحدث قطيع في العلاقات المصريه السعوديه ده صعب ان لم يكن مستحيل. لان السعوديه في لحظه ما عارفه ان ظهرها الوحيد في حمايه امنها، لان الخطر القادم عليها هي مهدده بالتقسيم، لان المنطقه الشرقيه كلها شيعه. والعائله الملكيه في الاردن من ان لاخر بتتكلم عن اماره مكه والمدينه. يعني في كتابات بتصدر، في كتابات بتصدر على الفيسبوك، على التويترز، على جرايد صغيره، حاجات زي كده. وبالتالي السعوديه في خطر. فمش هتقدر تسيب مصر، ومصر في حاجه للسعوديه لاسباب كثيره، سواء كان جزء اقتصادي، جزء ديني متعلق. احنا طبعا اكبر شعب في الكره العربيه اللي على كوكب الارض بنروح السعوديه، سواء في حج او في عمره. يعني احنا نعم رغم ان احنا شعب فقير جدا بننام ب 60 ميله، لكن احنا كميه المليارات اللي بنصرفها في السعوديه في الحج والعمره ممكن تنقذ المجتمع المصري لو اردنا. لكن احنا بنفضل ان احنا نروح الحج ونعمل عمره ونقص انفسنا. مع ان العمل هو، يعني مش عايز اتكلم في الدين، العمل هو اصل العباده وليس الحج والعمره. انا كده يعني خلصت قولها او طولت عليك، انا اسف. وطبعا اي سؤال انت عندك. الدولة
او بالتالي ما فكره انتقال السلطه المؤسسات الدستوريه بتجعل العموم في نقل السلطه، عدم وجود مؤسسه دستوريه تجعل العنف هو وسيله نقل السلطه، العنف قدامه وسيله نقل السلطه، لان اذا غابت العائله الملكيه هيبقى كل من هو كان اقرب للملك او العلاقه بالملك سواء قد ايه بينا جزء بقى للشيخ يقول لك احنا ما احنا طول عمرنا موجودين معاهم واحنا كنا مسميهم احنا اللي نحكم، او العائلات السبعه اللي متجوز منها سدريا اللي متجوز منها الملك يقول لك هم دول بقى عائله كبيره وقبيله، طب احنا بقى اولى، احنا بنتكلم على نوع من الحرب الاهليه، مش بنتكلم على نوع مش حاجه سهله، لا دي يعني غياب العائله الان خطر حقيقي على السعوديه. صحيح ده جزء من مشكله العائله على فكره ان فيهم متطرفين دينيين، يعني فيهم ليبراليين اللي هم اتعلموا راحوا اكسفورد والكلام ده، راحوا هارفارد وراحوا بوسطن وراح ييل وراح السربون، في جزء متطرف قبلي بالمعنى القبلي العقل القبلي 100%. انا مش عايز اقول لكم عن مرات السعوديه، كنت في معرض من المعارض الكبيره، عنده عرض ضخم جدا حوالي 2000 متر على بعض سيارات، فانا رحت لقيته عامل مكتب كاتب الاداره فوق في دور ثاني كده من المعرض، فلقيته في اخر المعرض كده حوالي 300 متر جايب عربيات رمل وبيفرشها في على السيراميك. قلت له يا حاج انت بتعمل ايه؟ قال لي بعمل بر. عارفين البر اللي هو ايه؟ الصحراء. هم عندهم رحلات صحراويه بيسموها بيقول لك تعالى رحله للبر. فما عندوش وقت يخرج البر. فجاب البر جوه المعرض. انا بتكلم على منتاليتي هنا. يعني العقليه دي اوعى تتخيلوا انها بتتغير في 10 او 20 او في جيل او لا، دي بتاخد اجيال. يعني دي عايزه اجيال. اجيال عشان مهما كان الناس تتعلم او بتاخد اجيال. يعني انت بتشوف ناس من الصعيد في مصر اساتذه واخدين دكتوراه وجايين من بقى صعيدي ويتصرف كانه ما خدش دكتوراه في الحياه الاجتماعيه. لان ابتزال الثقافه والتقاليد افشاه من جوه لدرجه انه ما بيعرفش يحرر نفسه منها. فدي مساله مش سهله زي ما انت حضرتك متخيل. السؤال الثاني، السياسات الجزائريه بتصب لصالح مصر؟ لا طبعا، السياسات الجزائريه طبعا بتصب لصالح مصر، لصالح جوهري. كل ما يحدث في ليبيا خطر على كل منطقه الشمال الافريقي. يعني الارهابيين بيتسربوا الينا من حدودهم الشرقيه وبيتسربوا من الحدود الغربيه على تونس وعلى الجزائر. وبالتالي كان حتى في من ضمن الحاجات اللي كتبتها من حوالي سنه ان مطلوب ان ازاي مصر والجزائر يعملوا عمل مشترك لحصار العنف داخلي. لكن طبعا وجود حلف الناتو يعقد معقد المساله. لان يعني فكره صناعه بؤره لتوريد ارهابيين واسلحه لكل المنطقه ده الجزء اللي كان مطلوب من ليبيا. يعني انا بدل ما تقطع مسافات كتير وتجيب طيارات وتجيب بتاع، فانت صنعت منطقه، عملت مخزن سلاح في المنطقه موجود تقدر ومركز تدريب يتدربوا ويعملوا يروحوا يطلعوا على كل اللي هم الحتت اللي عايزينها. فطبعا اي مصر والاسكندريه متفقين كتير قوي في السياسات تجاه الجزء اللي بيحصل في ليبيا. مساء الخير لحضرتك اولا. وما ايه هي المؤسسات اللي في مصر هنا نقدر نقول ان السعوديه مخترقاها او بمعنى اصح ان هي بتستخدمها كبوق لها ان هي تتكلم باسمها؟ ده واحد. السؤال الثاني، ايه هي اقصى ورقه ضغط ممكن تضغط بيها السعوديه على مصر بحيث ان مصر ترضخ ليها في طول بريه في سوريا او في اليمن؟ بالنسبه للسؤال الاولاني، هو طبعا هو الاعلام كان جزء اساسي من عمليه الاختراق السعودي لمصر، سواء صحافه او سواء فضائيات. لو حضراتكم فاكرين كان مؤتمر عندهم حفله نادريه او كان بيتم كل سنه، كانوا تقريبا
مفيش حلم. حوالي 120 صحفي او 130 صحفي سنويا على الجنين. الحج الملكي بيروح له حوالي بياخدوا 30 20 25 30 صحفي كل سنه في الحج الملكي. السفير السعودي نشط جدا في علاقاته مع الاعلام طول يعني طول الوقت يعني، لان دول اللي بيخاطبوا الناس. الحاجه الثانيه اللي هي المجتمع، الجزء الثاني التاثير اللي هي الجمعيات الدينيه اللي بتبقى محتاجه دعم او مصاحف او كتب تفسير او حاجات زي كده. في السعوديه بتبعت فلوس او تبعت كتب او تبعت مصاحف او تبعت حاجات زي كده، او تدعو هؤلاء الائمه في هذه المساجد لرحلات عمره او حج. وطبعا الاثنين دول تاثيرهم كبير لانه بيتعاملوا مع الناس. يعني دول عباره عن دوائر حواليها دوائر دائره صغيره او مركز مؤثر في دوائر اكبر. دول ده الاعلام في دوائر الازهر ساعات بيعمل نفس الموضوع، عشان ساعات كده الازهر راحت تلاقيه راح طالع يقول لك الشيعه مثلا. ما هو جزء ديني، ما هو جزء ديني. ايوه جزء ديني طبعا. الازهر بس مش يعني مش كتير، لان الازهر عنده احساس برضه انه بيتنافس. لا الازهر منافس، لان الازهر منافس، لان هم طبعا لان هم عاشوا طول عمرهم بيفكروا في الغاء دور الازهر، بيحلوا بحد. يعني فكره ان رجال الدين السعوديين، عشان كده فكره المخرجين السعوديين المنتشره في العالم الفتره الاخيره مع انهم لا يقرؤون العربيه قراءه صحيحه. يعني لا يقرؤون القران قراءه صحيحه. لكن في سرساعة، في حاجات، في مشاكل كتير في سلطة يعني. لكن هم حاولوا جزء كبير جدا من حتى المشايخ اصلا قراءة القرآن حاولوا يحلوا حلم فيها محل المصريين. وللأسف ان احيانا تركب التاكسي تلاقي، طبعا انا طبعا ضد حكاية ان المصريين بيتعاملوا مع القرآن دلوقتي، لان احنا شعب نتظاهر بالتدين لكن ليسنا متدينين تدينا حقيقي. وده فرق كبير على فكرة. نتظاهر بالتدين. يعني انا ممكن انا سواق تاكسي اشغل الراديو على القران الكريم طول الوقت، وما حد يتجمس يا ابني دين مش عارف ايه، على ابن جنبي او ابن جنبي غلط، او انزل له اضربه بالشلوت، او اسب له او اعمل اي حاجه يعني. وممكن وانا بخرج من الصلاه اصلي واخلص وحاجه مش عاجباني واقوم سابب الدين. واعتقد ممكن تشوفوا مشاهد دي كثيره جدا. فطبعا شيء طبيعي ان ناس كثيره بتحب المصاحف والبتاع والبتاع ده، بتيجي تلاقي كل عربي على مصحف. وعلى فكره معظم المصاحف اللي في مصر يعني مش اقل من 80% منها جايه من السعوديه. مش اقل من 80% جايه من السعوديه. بالنسبه لسؤالك الثاني كان ايه هي اقصى ورقه تقدر من السعوديه تستخدمها عشان مصر؟ لا هو الرضوخ في مساله الوجود ما ينفعش في ضغط، ما حدش يقدر يضغط على مصر لدرجه انه تشترك في حرب بريه في سوريا. دي يعني حتى لو طردوا كل المصريين، حتى لو طردوا كل المصريين وخدوا كل الاستثمارات اللي موجوده في مصر، المشكله اللي بواجه مصر تتيقن منها وتتعامل معها ان حاجه السعوديه الى مصر 10 او 20 ضعف او 30 ضعف حاجه مصر للسعوديه. السعوديه بتدافع عن الوجود، مصر بتدافع عن الوجود السعودي، وجود السعودي. السعوديه بتسعى لمصر. تفهمين الفرق؟ فرق جوهري. وجود مصر يعني دور مصر دفاع عن الوجود السعودي، دور السعوديه انه بيساعد مصر. معركة وجود ومعركة مصالح. فلازم احنا نتعامل مع السعودية، إذا نتعامل مع السعودية بهذا المفهوم فنحن نخسر كثيرا. كثيرا جدا. جدا. السعودية في وضع تهديد بنيوي. طبعا احنا كنا في وضع هذا التهديد بالمناسبة. يعني إذا تخيلت أن مصر ما كانتش مهددة بالتفكك. مثل ما حدث في سوريا او في العراق او في اليمن او في
ده يبقى وهم. لكن بنيه المجتمع المصري حميته. ما احنا ما عندناش هذا التفتت او التشرذم الطائفي والفئوي اللي موجود في هذه المجتمعات. انا مره عملت تجربه عشان اوريكم الفرق بيننا وبين اي مجتمع حوالينا. لما حصلت حادثه الكشك كان ليا صديق يهودي كنت اتعرفت عليه وانا بشتغل سوا في بوسطن. هو كان في فيلادلفيا انكواير وبعدين اتنقل وول ستريت جورنال في لندن. فجه مصر عشان يشوف ايه الحرب الاهليه اللي بين المصريين بين المسلمين والمسيحيين في مصر. فلما جه اكتشف ان طلع من المطار فاهم ان في دبابات في الشارع وناس بتقتل بعض لان الناس عاديه. فقال فين كل ما يروح حته ما الاقيش فيها حرب. فقلت له انتوا فاهمين ان خطا دي قريه الكشك دي على بعد قد كده واللي حصل فيها ممكن يحصل مشاكل يعني فيها جزء طائفي وحقير لكن دي مش مصر مش دي كل مصر دي حته من مصر وحته نتيجه قيس الكشك بعدد سكانها بنزل مصر عدد قليل. المهم فقررت اني ازور بيت مصر وبيت مسيحي وطلبت من المصريين يشيلوا المسيحيين يشيلوا كل العلامات الدينيه وطلبت من المسلمين يشيلوا كل العلامات الدينيه ويقول لي مين البيت مين البيت المسلم فيه ومين المسيحي. فراح قعد عند دول ساعه ونص وراح قعد عند دول ساعه ونص. بعد خرج يقول لي حبيبي انت وديتني عند نفس الناس يعني قلت له بكره هروح. رحت تاني يوم بكره بعد ما علقوا العلامه ليش بدون مصريين احنا نفس الملامح نفس العرق نفس الدم نفس الشكل نفس الثقافه نفس الوعي ما عندناش هذا التشرذم اللي موجود في لبنان او في اليمن ما عندناش او في العراق وبالتالي ده اللي حمل مصر الى حد كبير لكن ده مش معناه ان المخاطر مش موجوده. اتفضل. هل يمكن ان نلعب هو في الحقيقه العلاقات المصريه السودانيه مش محتاجه وسيط. يعني فكره وسيط لان جزء السعوديه مش ممكن تلعب الدور ده لاسباب خاصه بيها يعني تقرب يعني اذا دخلت حتى كوسيط انا بتكلم على دور افتراضي غير صحيح ما يحصلش. يعني فكره هتلعب دور تلعب دور لكن المشكله تظل موجوده عشان يبقى لها دور ده. لكن العلاقات المصريه السودانيه ليست في حاجه الا وسيط. المصريين يقدروا يتعاملوا مع السودانيين بشكل مباشر والسودانيين يقدروا يتعاملوا مع المصريين بشكل مباشر لان حجم التراكم اللي بينهم من علاقات انا اظن ان اكبر عدد من السودانيين موجودين خارج السودان موجودين في مصر. اتصور هذا. وانا على حد من عائلتي كان متزوج حد سوداني. ده الكلام ده من الستينات يعني. وبالتالي المصريين والسودانيين يقدروا يحلوا مشاكلهم مع بعض، لكن هو فكره ان البشير او اي حد في السودان عنده مشاكل داخليه فعاوز يعمل يعني كاموفلاج عليها او بتاع اوكي ومصر فاهمه فمصر مش محتاجين وسيط فرق خالص. وانا رحت السودان طبعا وعرفت يعني طبعا عملت عمل وكان بنتي خدت من جوز السوداني وبالتالي فانا اعرفهم كويس وبالتالي مش محتاجين وساطه. المصريين والسودان تحديدا عن بقيه كل العالم العربي مش محتاجين وساطه. بس انت حضرتك مش شايف ان ممكن السياسات الغربيه تشيطن المنطقه السودانيه على مصر؟ ما شيطنت. السودان مهدد انه ينقسم تاني لسه. السودان مهدد ان يبقوا اربع دول. فاتعملت منه دولتين فاضل في دولتين تانيين لسه. وانا كتبت ده من 8 سنين مش من دلوقتي. اسباب لان السياسات الغبيه يعني حتى تنبأنا ان في الجنوب السوداني بعد ما هيستقل هيحصل فيه مجازر. لان النظام القبلي او النظام القبائلي في جنوب السودان حاد جدا. في ناس ساده وعبيد بمعنى كلمه يعني ناس شايفه نفسها وحاجات زي كده. والسودان للاسف قلب ضعيف واطراف قويه. واعتقد السودانيين عارفين العباره دي لان هم يعني جزء من المفكرين السودانيين كنت بتكلم معاهم
والتعبير ده استخدمناه كتير. وبالتالي القلب الضعيف هيضطر يسمح ببعض الاطراف القويه انها تنبسط. طبعا هو عمل مشاكل يعني الطريقه اللي اتعامل فيها مع دارفور يعني غبيه، زي الطريقه الغبيه اللي اتعامل بيها مع جنوب السودان. جنوب السودان كان يظل حتى زراعة السودان، ما فيش حاجه اسمها دوله اسمها جنوب السودان. فدي مشاكل داخليه اكتر منها. ده مليون في المية خطر على مصر بدرجة أولى، بس للأسف متوقع أو بنعمة أكبر من مصر تجاه ضد مشروع التقسيم. طب هي ضد مشروع تقسيم جنوب السودان نفسه. يعني أصلا إحنا كنا ضد جنوب السودان ولعبنا دور كبير جدا في محاولة التوفيق ما بين جنوب السودان قبل حتى الاستفتاء لسنوات طويلة. وإحنا بنعمل حتى هذه اللحظة مثلا يعني استضفنا يبقى السر طبعا استضفنا 37 دبلوماسي من جنوب السودان في حوالي السنه اللي فاتت دي. كنا بندربهم على فهم الاقليم والعلاقات الدوليه في العالم ومنظمات العمل الدولي. وكان بينهم كان الرئيس كان موجود من ضمن رئيس جنوب السودان كان موجود من ضمن الطلبه. احنا بنحاول لان السودان مش عارفين نتعامل مع نظام هناك، فبنحاول مصر بنحاول تقوي علاقاتها مع كل الاطراف. يعني احنا بنبني مدارس في جنوب السودان، بنبني مستشفيات في جنوب السودان، بنحاول نطبع لهم كتب. لان احنا بنعتبر جنوب السودان امتداد للسودان، ما بنعتبرلوش جزء منفصل عن هذا العالم. يعني حتى لو كانوا لهم اسمين مختلفين، السودان وجنوب السودان. واحنا ضد تقسيم السودان، احنا ضد تقسيم بعد التقسيم. هي كل التقسيم ان كل المنطقه تبقى كانتونات زي اسرائيل. هي دي الاعلان المشهور اصلي. اسرائيل مجرد كانتون صغير، يبقى كل المنطقه كانتونات، وبالتالي مش دامت المشكله الفلسطينيه، مفيش مشكله. يبقى تدور الهويه الفلسطينيه تماما وتخلص. ده الهدف المشروع، وتضمن اسرائيل امانا الى مليون سنه قدام. يعني لان هم يعني مش عايز اخش في صراع الغرب العربي الشرقي، ده موضوع ثاني كبير ضخم. إذا تصورنا أنه ليس موجودا بدعوى أن دي هواجس وأمراض نعيشها. أنا بس عايز أقول عبارة، المؤامرة جزء من التاريخ. وإذا ما كانش في مؤامرة ما كانش في أجهزة مخابرات. طب معمولة ليه؟ يعني إذا ما كانش توجد مؤامرة، طب أجهزة المخابرات معمولة ليه أصلا؟ يعني لما يجي حد يقول لي أنتم مرضى بالمؤامرة، على عيني وعلى راسي انا مريض بالمؤامره، بس مش عايز اقول ايه، هو جهاز المخابرات موجود ليه؟ موجود عشان يعني ده بيعمل فرن مثلا بيعمل عيش للناس للسلام يعني ولا ايه؟ يعني المؤامره عبر التاريخ الانساني كله لما نيجي نقراه عبر التاريخ. وهي اصلا انا كنت عامل القيت محاضره عن نظريه عن المؤامره، هي يعني نظريه في الاصل نظريه غربيه مش اسرائيليه. بالمناسبه هي يعني في الاصل نظريه اسرائيليه. يعني نظريه غربيه في الاصل. يعني مش اختراع شرقي، اختراع غربي بالكامل، نظريه بالكامل موجوده وحضرتكم ممكن تبحثوا وتدرسوا فيها. وبالتالي لكن فكره الضعف، فكره ان يعني ان نتحاجج بنظريه المؤامره هو ده الغباء. ان نبرر فشلنا وانحطاطنا وتخلفنا بنظريه المؤامره هذا هو الغباء. يبقى في فرق ايه؟ ان النظريه ان المؤامره موجوده لكن ده مش معناها انها سبب فشلنا، مش ده معناها انها سبب تخلفنا، مش ده مش معناها سبب انقسامنا ولا تشرذمنا ولا الزباله اللي احنا عايشين فيها. لا، احنا السبب. المؤامره لا تنجح الا باللي مع المتخلفين فقط. بس. اتفضل يا اخر سؤال. مساء الخير. مساء الخير. كنت لي بعض التعقيبات. اتفضل. في اوروبا مثلا وفي العالم في دول انقسمت ولكنها
ضد الغزو لانه هو قبائل قوميات لغات عادات وتقاليد مختلفه وهم بيجدوا نفسهم داخل هذه الائتمانات الصغيره لكن لا يمنع انهم يكونوا ضمن كيان اكبر بس لا يدوم فيه وده هو طبيعي احنا عندنا مصر كامل كده احنا عندنا مثلا البدو وسيما عندنا البدو بتوع الصحراء الغربيه احنا عندنا الامازيغ لا الامازيغ الابطال الغربيه من الصحراء الغربيه لا مش بدو الامازيغ مش بدو سيوة وفي كمان اللغة هم بيتكلموا اللغة بتاعتهم وعندهم أساسهم وتقاليدهم وبيتجوزوا مع بعض وما يحبوش يتجوزوا ويتجوزوا ده مش عيب خصم مماثل لكن هم ممكن يبقوا موجودين في كيان أكبر بس هم ما يبقوش إيه لازم يحترموا ولازم يكون هذا الكيان يعني لا يدوم في كيان أخر خلاص ده حاجة كويسة وموجودة أمثلة كتير أمثلة كتير حضرتك قلت دور مصر الدفاع عن وجود السعوديه بينما السعوديه هي بتساعد مصر هي السعوديه ساعدت انا فاهم العلاقه هي السعوديه اللي ساعدت مصر ولا مصر دافعت عن السعوديه ولا تدفع عنها لان في التاريخ كله ما فيش قوه احتلت الجزيره العربيه بما فيها اليمن لا على بعض الشرايط صغير على الساحل عشان استراتيجيه الدول الاسلاميه فقط لكن ما فيش لان وعوره الارض صعوبه احتلالها والسيطره عليها التطرف المناخ حاجات كتير قوي عوامل كتير جدا تمنع ممكن في قوات تنزل بالعافيه وتدمر وتعمل لكن مش هتستمر مش هتقدر تستمر. المصريين مصروا الاسلام ومصروا المسيحيه. الاسلام والمسيحيه واليهوديه والبوذيه والهندوسيه واي دين سواء سماوي او غير سماوي هو دائما يتاثر بطبائع الاقليم نفسه. يعني المسلمين بتوع اندونيسيا غير مسلمين مصر غير مسلمين المغرب وهكذا، مش بس دي حاجه مش صفه مصريه بس، ده في كل حته الاوروبيين المسلمين الاوروبيين هم حتى منفصلين بروتستانت وكاثوليك وفي الشرق اورثوذكس وهكذا، يعني كل منطقه بيبقى بتذكر الدين بطباعها وسماتها. مصر حضرتك قلت ان هي القوى العسكريه الفاعله في الشرق الاوسط. يعني القوى العسكريه احنا عندنا تاريخ العسكري الحاليه محزن جدا. المعاصر يعني وخصوصا احنا في مصر بتبع قوات تساعد السعوديه في اليمن. احنا درسنا قبل كده في اليمن في اوائل الستينات وكانت النتائج محزنه للغايه. يعني ويبدو ان احنا ما بنتعلمش من الدروس وحصل انتصار في سوريا والجيش المصري كان ممثل هناك في سوريا في قواعده والانفصال نفسه كانت هزيمه للجيش المصري يعني هو رفض الجيش السوري رفض الجيش المصري انه هو يخضع لقياده الجيش المصري وحصل الانفصال يعني نهيت عن ان الوحده كانت وحده مستعجله لان الكلام اللي الشعارات اللي بتتقال دي كلها وحده الارض والدين والجغرافيا ده ما كانش حتى موجود. حضرتك قلت الديمقراطيه لا تقبل الطائفيه، الطائفيه لا يمكن ان تنمو في الديمقراطيه، الديمقراطيه لا يمكن ان تنمو وفي طائفيه. ولبنان على فكره قلت المخصصه ما تقبلش المخصصه الديمقراطيه لا تقبل المخصصه لما قلت انهم يعني يتعاملوا مع العرب ما قلتش انهم يذوقوا في العرب يعني لما اتكلم عن الزبون خالص لان انا من انصار ان كل جماعه تحتفظ بتراثها وثقافتها ولغتها لكن فكره انهم يقطعوا علاقه جذريا مع العرب ده ضد مصلحتهم لكن يحتفظوا وعلى فكره حتى ايام صدام حسين كانوا بيعملوا اعيادهم وثقافتهم يعني عايز اقول ان هم بدليل ان هم موجودين في منطقه واحده يعني حصل نوع من التهجير على حدودهم مش داخل اقتلاعهم يعني ما صدام حسين حاول فكره دمجهم في المجتمع العراقي عمل كل ده على هوامش لكن ما قدرش يخش لانه صعب جدا دخول القلب في اي حته في الدنيا صعب جدا دخول القلب وبالتالي لكن شيء طبيعي ان انا مع الاحتفاظ مع الثقافه اي انا ضد طبعا المحو او
لكن انا ضد الكيانات السياسيه الصغيره في العالم العربي تحديدا، لان دي اللي بتدي لاسرائيل شرعيتها وبتدي اسرائيل قوتها. قد تقبل اوروبا ان يبقى عندها اماره ناتو او اماره مش عارف عباره عن التفاف 3 دقائق في بعض الامارات في اوروبا زي لوكسمبورغ، حاجات زي كده يعني، يا ام احرار حاجه تخصهم وشيء. لكن انا في المنطقه العربيه انا رافض تقسيم السودان، رافض تقسيم سوريا، رافض ومشترك وما طلبتش من الشيعه تندمج في العراق وتتحرش عن وجودهم او اكراد او مارون او السنه او اي حد، لان السنه هم اقل عدد سكان في الرد المسلسل المثالي. لكن انا مشترك بينهم انهم يتخلقوا حاجه ثانيه. وبالتالي التشرذم اللي المقصود في العالم العربي المقصود به منح اسرائيل شرعيه اكبر ووجود اقوى في هذه المنطقه، لان مشروع امريكا قائم على فكره ان اسرائيل تقود المنطقه. فطب اسرائيل دي تقود مصر ازاي؟ او تقود العراق ازاي؟ او تقود سوريا اللي بمعنى سوريا راحت طب سوريا راحت تقودها ازاي؟ فانت محتاج انك يبقى كلنا كيانات شكل، يبقى كلنا في طول بار عشان ما اقدرش ابص لك كده اقول لك يلا يا تعالوا ورايا على سبيل المثال من باب النكته يعني. وبالتالي صعب جدا. يعني ده بشكل عام الدفاع عن الوجود السعودي، الدفاع عن الدوله مش دفاع عن الدوله. يعني لو حصلت الدوله تعرضت تبقى خطر، ممكن مصر تساعد تدافع عنها لكن مش هتروح تحتلها. في فرق بين الدفاع عن الدوله واتلاف الدوله. انا مش راح ادافع عن الدوله. انا وبنتكلم على مخاطر خارجيه وليس مخاطر داخليه. يعني انا بتكلم عن مخاطر تهديدات خارجيه ما بتكلمش عن مخاطر وتهديدات داخليه. وبالتالي الدفاع عن الوجود السعوديه او الوجود السعودي الدوله السعوديه كدوله واحده ده مساله سهله، مش شايف ان ده صعب اجراءها. يعني مصر ليها تاريخ بالنسبه للتدخلات العسكريه، مصر ليها تدخلات عسكريه في مناطق كثيره في العالم، ليس في اليمن بس. مصر دخلت في كونغو، دخلت في وسط افريقيا، دخلت في مناطق كثيره جدا. وكانت تدخلات ناجحه جدا. في المكسيك والقرم. يعني عايز اقول لك احنا اللي فاكرينه البارز قوي هو اليمن. يعني احنا فاكرينه البارز جدا هو اليمن. لكن مصر دخلت في اماكن كتير جدا وكان تدخلها ناجح جدا وكان كويس جدا. ده بس بشكل عام من غير ما نخش